لا هيك كتير معلم، يعني عم يقلع قتلك الكلالي بداخلك، فهمت علي شلون؟ ولازم اليوم انه نطلق الكلال خز اللي بداخلنا ونجيب هالقبضة لننزل تبكيس بالوضع معلم. سو حبايبي قراب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جيتكم اليوم مع حلقة جديدة، لا مقطع جديد حبيبي والله. اوكي اليوم راح نخرج الكلال بداخلنا يا طيبين، مثل ما انتم شايفين نزلت هذه القبضة اليوم. قلت لا لان الموضوع انا بالعاده القبضة ما يعني حيب راح اسوي مقطع مش القبضة، لا بس خشفت معلم موضوع صار فيه كلاب الموضوع، قلت لا موضوع فيه كلاب ما يصير، لازم نشوف الوضع معلم بهالقبضة. وانا متفائل كثير يعني لهذا الوضع انه راح يطلع لنا القبضة بكل سهولة معلم. هيك متفائل، خرج معي كيف. اوكي المهم كيف وصلنا بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جيتكم هالحلقة الجديدة ومقطع جديد اصفر. قول لي شو هذا؟ بعد 10 معلم بيعطونه، 5 بيعطونه، لكن بيعطونا 6 و5 10 معلم، ليش هيك تغيرت؟ حبيبي والله. اوكي anyway شارتين صفرة. انا شو قلت لكم يا اخوان؟ ايوم انا شو قلت لكم يا جماعة؟ انا شو قلت لكم؟ انا قلت لكم انه انا اليوم متفائل لهذا الوضع يعني. اوكي معلم. طبعا في شيء ناقص هون، طبعا في شيء لسه مو صاير، طول بالكم بس هون تأكد وين وين بروح؟ ايوه هون ايوه هذا هو، هذا هو يا معلم. هلا والله بالقبضة المخالب بالكلاك خلص معلم، مخالب الغضب. اوكي تعالوا الان معلم نتاكد انه حاطين كلاك خنز ولا لا. يا وهيك حطينا كلا يا طيبين. اوكي كلا لا وين راح؟ لا معلم الو لا ولو كلا معلم، نسينا نعمل تزويد يا جدك. وهي كلا معلم مع الراس المسامير وكل شيء جاهز برو. يا بسم الله يعني ندخل معلم نشوف الاوضاع البوكسي. ايوه والله الصراحه الميوزك تحت الجيم هالفتره كثير عجبتني ليك تاركه. ادخل ادخل خلينا بوكس معلم اليوم يا شباب. اوه يا سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نشوف. وادم شو لك ادم؟ والله عليها صوت حلو يا زلمه، تحس موجه عم بضرب موجه يا زلمه بضرب. ادم شو انت يعني شو المعلم؟ شو وضعك ادم؟ شو رايك انه الوضع باللوز ولا شلون؟ يلا انتبه على حالك، ها بس انا اعطيك بوكسك على الخفيف. يلا اوكي ادخل عليهم معلم، ادخل عليهم معلم، بدنا نبوكسهم، بدنا نفرجيهم البوكس معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف معلم مهارتي بالكلاب معلم ساعتها موجوده ولا يا اصلا كانت موجوده هي اصلا؟ هي في مهارات بالكلاب حبيبي والله. اوكي تعالوا وينك يا ول؟ ول وين هذا ول؟ اوووو ورانا تدغدروني يا شباب. تعالوا هون اوكي بوك هيك معلم. تعالوا 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 يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، ايه الحلاوه دي؟ شوف هذا معلم، هذا عم يستناني وراح بلك لك عنده لك عنده لك. الله عليك احلكوا. هذا شو وضعه هذا؟ هذا ماله هذا؟ ماله هذا؟ ما معلم نايم هذا؟ انا قاعد بتفرج عليه ليكون هذا هو عم بتفرج عليه. عم بتفرج عليه يا جدك. اوكي هلو جيرل شلونك؟ اي بالعصاب اطرف العصاب يا اخي، العصاب البوكس غير ما تزبط يا اخي. اسمى قتلتنا بالعصاب، وين اسمى لك؟ هي هون هي اي 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 وهاج هي للدقل تعلمي يا اخي يا اخي. شو هذا؟ ليش ليش ما في عدل هون؟ لا خلاص هيك مات. اي شكون انت في الضو؟ هذول لا 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 ليش هيك؟ ليش تعب عليك انت يا اخي؟ ما يصير هيك. بوم اوه الله عليك يا اخي. شوف شباب شوفوا معلم، شوف عجب هذا معلم عم بيعمل مقلب النعسان تعال يا زلمه، تعال عم تعمل نط يا زلمه يا زلمه. شو يا زلمه يا زلمه شو مات حبيبي والله. يلا باي باي. شو ديو رمت كنت راح اجيبه يا جدك. اوكي تعالوا هنا خلاص شباب، انا قررت يعني الوضع ما عاد في مزح. هذا هو واحد وراي، هذا هو هذا هو هذا هو تعال من هون تعال اخي، بس بدي اجرب البوكس عليه. تعالوا تعال اي لا تدخل انت، شو دخلك يا ربي؟ ليش يدخلوا هذول؟ انت تعال هذا انت هذا انت تعال بوم
والله يا سلم يا سلم هذول جبانين يا سلم يا سلم هذول جبانين اقسم بالله يا شباب شو جبانين يا جدك اجل من انا بالبوكس هنا جايب الاسلحه شوي هيك اوكي خلاص بروح اتدرب وشو بدي ارجع له مره ثانيه يلا يا طبيب شوكوا على خير.